أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني في القناة باللايك والسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الحمل الثلاث 6 أبريل 2021. كثرة التفكير وقلة النوم تسببان لك الإرهاق والوهن، فحاول أن تتخلص من مخاوفك المبالغ فيها وعش اليوم بيومه، فربما ما تخشاه لن يقع ويحمل لك المستقبل أخبار سارة. عاطفيا، تخلى عن أنانيتك في الحب ولا تقارن الشريك بشخص آخر، امنح الحبيب الحب والحنان اليوم لتنجح علاقتك به، على أمل أن تسير الأمور لاحقا على خير ما يرام. مهنيا، أنت تميل إلى الكسل رغم كثرة الانشغال وتراكم الأعمال، فابحث في خياراتك واختر المناسب لك اليوم والأسرع. صحيا، أنت صاحب نخوة فلا تعدم أي طريقة للترفيه عن نفسك وتبعد عنك الهموم. توقعات خاصة للرجل، أنت نشيط ومفكر وتلاحق أهدافك وتقنع من حولك بإرادتك وقراراتك، فضع استراتيجية للوصول إلى ما تريد، فالحظوظ مساعدة لتصل للسعادة، فأنت تقارن نفسك بمن حولك وتعرف تماما أنك أفضل لأنك تحمل هدفا تسعى له، فلا تتردد في قراراتك، فأحلامك لا حدود لها ولا شيء يقف ضدك، فبادر إلى العمل. توقعات خاصة للمرأة، تفتح لك أبواب الحظ، فاستغلي هذا النهار للقيام بأشياء جديدة. اليوم عليك الالتزام لأقصى مدى يا امرأة برج الحمل، بكل كلمة تقولينها، بكل فعل تؤدينه في المنزل أو في العمل. خذي نفسا عميقا وتقدمي إلى الأمام، تصرفي على طبيعتك ولا تقلقي، كوني قائدة ولا تكوني رئيساً.